أصل الأولاد ما كانت أهل المنتخب للمباراة النهائية. أي بس لا تنسي كمان أنه القيادة الرياضية ما قصرت معي وصرفوا لي مكافأة 5000 ليرة عدا ونقدا. 5000 ليرة؟ خلينا ساكتين بكون أحسن. والله ما تكون مسجل هيك هدف بشي بلد أوروبي لحتى يعطوك عليه ملايين. ستي الجود بالموجود. بعدين يكون بعلمك أنا ما عم ألعب مشان المكافأة، عم بلعب لحتى أرفع اسم بلدي وأرضي جمهوري يلي بيحبني وبيلحقني وين ما رحت، وهالشي بعتبره أكبر مكافأة. ماشي الحال، بس المهم هلا أنك تكون متفائل، هذا المهم. تتعشى حبيبي؟ ما في مانع، عملي لي سندويشة جبنة وكاسة حليب إذا بتريدي. شو رأيك سخن لك طبخ؟ عامل رز فول بيطير العقل. لا لا، المدرب عاطينا برنامج غذائي ولازم نلتزم فيه. تكرم عينك. على المعلنين وأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والراغبين بالإعلان أثناء المباراة الكبرى التي ستجمع بين منتخبنا الوطني ومنتخب جزر الناري ناري الاتصال بالمؤسسة العربية للإعلان على الأرقام المبينة أدنى. صباح الخير كابتن علاء. صباح الخيرات، اهلين وسهلين. هني جار الله يقويكم يا رب. شدونا الهمه، ها غير 3-0 ما نقبل اذا الله راد. يلا عن اذنك. الله معك الله معك، الله ينصركم يا رب. قسما بالله يا استاذ انه رقصت وزغطت لما شفتك عم تسجل جول، بالفعل انك رفعت راسنا. الله يخليك يا رب. كابتن علاء، ممكن تقلي شو هي الخطة اللي رح تلعبوا فيها بالمباراة القادمة إن شاء الله؟ يعني أكيد بنفس الخطة 4-4-2. أعوذ بالله يا كابتن، شو هالحكي؟ هاي الخطة فاشلة كتير، لازم تلعبوا 3-5-2، لأنه بهالحالة بيصير لعب كله على خط الوسط وكثافة التواجد على الأجنحة، بعدين اللعيبة كلهم بيصيروا يلعبوا تمريرات قصيرة. والله يا أخ هذا شغل المدرب مو شغلنا، صدقني. على عيني وراسي المدرب يا كابتن، بس بصراحة هذا المدرب أحياناً عم يخبص. يعني في حدا يقول لي ليش غير قلب الهجوم؟ في حدا يقول لي ليش غير مراكز الدفاع؟ ما حدا بيعرف. بعدين هلا مثلا الكابتن طارق طول عمره بيلعب قلب هجوم، شلون حطه ظهير اشجاج؟ معك حق، بس المدرب بحق له كل شيء، ولا تنسى انه كل مباراه لها ظروفها الخاصه ولها خطتها المناسبه.